فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما رأيكم في الذهاب إلى بعض النساء الثقات اللاتي يعالجن أخواتهن النساء ببعض الأعشاب؟ ما ندري عن هالأعشاب ولا ندري عن، لازم تعرف المداوية، تعرف عقيدتها، وتعرف يعني بعض النساء تريد المال بأي طريقة، أو تقرأ في كتب شعوذة، أو تسأل ناس مشعوذين أو غير ذلك. نعم.